في أحد عصور الانفتاح كان كل شيء مباح، شحنة مجهولة تصل الميناء، البلد كانت سداح مداح، صفقة لحوم مشبوعة تسبب البلاء والشراء، فمن يخرجنا من هذه المتاهة؟ إنه قاسم اليوسف الطبيب المتقاعد، كان معتكفا فوق أحد الجبال. عصعيزه معصعصة والبدلة معصعصة. أنا قلت مش هينفع معايا مديتيشن ودنيلة. رجل ولا كل الرجال يواجه الإغراء. الإغراء لا ما تستسلمش للإغراءات دي في رحلة البحث عن الدواء. خلي بالك إنه رجل على حافة الطبق، فيلم لم يشاهده أحد ولكن ستشاهده على اسأل باسم.